أهلا بكم إلى أبرز الأخبار في دقيقة. الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يصل إلى طهران بزيارة رسمية تركز على سوريا وعلى البرنامج النووي الإيراني وتعزيز التعاون الاقتصادي بين سوريا وإيران. الهلال الأحمر الإماراتي يوزع 5000 سلة غذائية على أهالي مديرية مرخى باليمن. الجيش العراقي وعشائر الأنبار تحرر معظم قرى شرقي القائم. أطباء بلا حدود تغلق أغلب مراكزها للكوليرا باليمن مع انحسار الوباء. الأمم المتحدة تدعو إلى حماية المدارس في مناطق النزاعات. وناسا تكتشف 20 كوكباً قابلاً للحياة على غرار كوكب الأرض الذي نعيش عليه.